What's your name? This guy here, your name? Juwari. Juwari. Come back. تبدأ المباراة الآن. مباراة. انقضاض سريع جدا وجميل على الساب من قبل اللاعب ماركوس بوشيشة. سرعة في الحركة من قبل اللاعبين. هاي محاولة اسقاط كانت من إيفانجليستا. بداية هذه المباراة مشاهدي الكرام نصف النهائي وزن فوق ال 95 كيلوغرام اللي يفوز بيلعب على النهائي. إيفانجليستا ضد اللاعب بطل العالم في رياضة الجوجوتسو ماركوس ألميدا. أول دقيقة كابتن أنيس ما في شيء. ما في شيء. في محاولات تقدر تقول محاولات بحياء من قبل اللاعب ماركوس ألميدا. ما فيها إسقاط. حذر شديد جدا في المباراة. باقي على نهاية الفترة الصباحية الأولى 25 دقيقة لتمام الساعة الثانية ظهرا. ستنتهي منافسات الفترة الأولى وإن شاء الله الساعة 3:30 مشاهدي الكرام سيبدأ الحفل الرسمي، حفل افتتاح بطولة أبو ظبي العالمية لمحترفي الجوجوتسو 2015 والتي تحظى برعاية كريمة من سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة. ومن بعد حفل الافتتاح ستبدأ منافسات النهائي لمستوى الحزام الأسود والبني والبنفسجي للسيدات والرجال. هاي هجوم قوي وسريع كان من الميدا. نعم نقطتين. فعلا نقطتين لصالح اللاعب. بالرغم ان الميدا وزنه تقريبا 130 كيلو جرام فشوف سرعه هجومه. نعم. على إيفانجليستا حتى ما إيفانجليستا ما حصل الفرصه لان يدافع من محاولات الميدا. نقطتين لماركوس الميدا صاحب البدله الزرقاء. انتقال الى وضعيه الجارد من قبل اللاعب لكن اللاعب ماركوس الميدا لم يسمح له بذلك. لم يسمح له باحكام الجارد. دقيقتين وثلاثين ثانية. لاحظ أن الوقت كيف مر بسرعة كابتن أنيس في هذه المباراة. نعم فعلا دقائق ونص مرت بسرعة. الآن هل نشاهد حركة باس من قبل اللاعب ماركوس الميدا بوشيشة. جميع أنظار. نعم فعلا. المتواجدين يتابعون هذه المباراة القوية. ماركوس الميدا ضد اللاعب إيفانجليستا قدر يعدي من الجارد. نعم. ثلاث نقاط. نعم الآن راح يحاول الحصول على حركة استسلام. شوف. مدرب اللاعب ماركوس الميدا يحمل علم دولة الإمارات العربية المتحدة.
تلعن دقيقتان على نهاية هذه المباراة. مباراة اللي بعدها مشاهدين مباراة قوية جدا أيضا بين اللاعب الدنماركي ألكسندر ترانس ضد اللاعب البرازيلي إيغور سيلفا. إيفانجيليستا لكن نعم. خلينا نقول ما كان واثق من تطبيق الحركة أيضا والسرعة الكبيرة جدا اللي يتمتع فيها ماركوس الميدا. ردة فعل ماركوس كانت نعم. واعية لمحاولة إيفانجيليستا حتى يبين أن إيفانجيليستا يعرف أنه أمام لاعب كبير جدا في رياضة نعم. الجوجوتسو. الآن محاولة من إيفان من الميدا هاي في محاولة ظني حركة استسلام لكن ما طبق الحركة كاملة. نعم. الآن إيفانجيليستا في وضعية الهاف جارد يحاول أن يحصل على ماركوس ألميدا. حركة السويب 45 ثانية عن نهاية المباراة. وزن فوق 95 كيلوغرام. نعم يتمكن من إخراج الساق اليسرى اللاعب ماركوس ألميدا. الآن راح يحاول الانطلاق إلى الخلف. هذه حركة استسلام، هذا الحصول على حركة استسلام هل تكتمل في محاولة من ألميدا ينهي المباراة؟ نعم نعم استسلم، استسلم في الست ثواني الأخيرة اللاعب إيغور عفوا اللاعب ريكاردو إيفانجيليستا. جلاتين جميلة جدا كان من قبل اللاعب ماركوس ألميدا. فوز مستحق لماركوس ألميدا وينتقل إلى النهائي واللي يفوز في المباراة القادمة مشاهدي الكرام بيلعب مع ألميدا على النهائي عصر اليوم